محلى جدك محلى جدك محلى جدك. في محلى جدك اليوم باش نعطيكم فوائد قلب الدجلة، وأغلبية الناس ما تعرفش قديش الدجلة بصفة عامة عندها فوائد خاصة للشعر وللبشرة. نزيدكم اللي التمر يساهم تأخير علامات الشيخوخة. هذيك علاش اليوم باش نجيب لكم ليزاستيوس، أما ليزاستيوس متاع قلب الدجلة أكهو ولا جميلة. لا من بعد شوية غدوة إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة ناخذ مغرفة من قلب الدجلة مرحية، ديجا يبيعوا فيها مرحية، ونزيدوا عليهم مغرفتين من حبة البركة، كيف كيف يكونوا مرحيين، ومعاهم كيس ونص زيت زيتونة، وهذم الكل تحركهم مع بعضهم وتخليهم ساعة قبل ما تستعملهم، خليهم يرتاحوا، وهذا استعملوا لمدة 4 أيام بصفة متتالية، ما لازمكش تقص عليهم، وتخليهم هذم الكل 10 دقائق في شعرك ومن بعد اغسلوا. نمشوا للأستوس الثانية، هي خلطة قلب الدجلة وزيوت المخلطة. ناخذوا 10 نواة متاع التمرة اللي هو قلب الدجلة، ونحطهم في الفور حتى لين يكحالوا، ومن بعد نرحيهم، وتاخذوا فنجان زيت الخروة وزيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند، وتخلطهم كيف كيف، وتخليهم بالـ5 إلى 7 سوايع في شعرك، ومن بعد بالطبيعة تدوش عادي. وآخر أستوس هي خلطة قلب الدجلة والبصل. تاخذوا قلب الدجلة كيف كيف مرحية، ومعاهم زيت اللوز وعصير البصل، وخلطهم كيف كيف مع بعضهم، وخليهم على شعرك ساعتين، ومن بعد اغسلوا مليح مليح مليح، خاطر الزيت وريحة البصل تقعد. هذا نصايحنا اليوم، وإن شاء الله عجبوكم، وإن شاء الله في نايم وغدوة نعطيكم ديزاستوس الآخرين عجرين. يعطيك الصحة يا أحلام.